να νικήσουμε, να νικήσετε. Γεια σας. حزب سيريزا اليساري المتشدد والمعارض لسياسة التقشف باليونان حقق تقدما أمس الأحد بالعاصمة أثينا وفقا لاستطلاعات الرأي بعد انتهاء الدورة الأولى من الانتخابات المحلية. حزب سيريزا هو أملنا الوحيد لإعادة ما أخذ منا، تقول هذه السيدة. سيريزا هو الشيء الجديد، هو حركة نحن فيها اللاعبون والممثلون وليس متلقي الدعم. وتقدم مرشح سيريزا لمنصب رئيس بلدية العاصمة ومحافظ منطقة أثينا على المرشحين الاشتراكيين اللذين يتوليان المنصبين حاليا. منذ أن شكل الاشتراكيون واليمين وسط ائتلافهم الحكومي، حزب سيريزا أصبح المنتقد الرئيس لسياسات الائتلاف، وإلى جانب كونه صوتا للاحتجاج يحاول سيريزا أن يضع برنامجا سياسيا واضحا يقنع الناخبين أن بإمكانه إدارة البلاد، يقول هذا المحلل السياسي. وحصل المرشحان المتقدمان على 20 إلى 31% من أصوات الناخبين. لأول مرة بتاريخ السياسة اليونانية فإن حزبا يساريا يصبح قريبا من الفوز في انتخابات البرلمان الأوروبي وإمكانية الفوز في الانتخابات الوطنية، ولإنجاز ذلك عليه أن يتغلب على اختلافاته الداخلية فضلا عن الفوز بالدعم الإضافي من المصوتين التقليديين من القوى السياسية القريبة من يمين الوسط ومن الشيوعيين، يقول مراسل يورو نيوز في أثينا.